السلام عليكم اخوان اعزاء، شلونكم؟ شلون الصحة؟ هذا جينا وياكم بعرض حلو جميل، بناء كامل البيع في منطقة صبنجة كل محلة. زي ما تشوفون هذا البناء مكون من 4 طوابق، كل طابق شقة. راح ندخل للبناء. طبعا عندنا هنا اول شقة الارضي قاعد بها مؤجر، صورها بوقت لاحق ما اقدر اصورها. راح نطب لجوا. هذا المدخل الجانبي للبناية. راح تكون عندنا هنا هاي الشقة في الطابق الأول، تحتها شقة في الطابق الأرضي. هذا مدخلها، شقة مصفرة محدثة بالكامل. هاي الملحقات معزولات طبعا. هذا الحمام، هذا الشرقي، هنا الصالة. هاي غرفة نوم، شباكة من هنا مشمس عالشارع. هاي البالكون، هاي بحيرة صبنجة، وهذا الشارع اللي يربط بين أنقرة اسطنبول الرئيسي. هاي الغرفة الثانية، هاي الغرفة الثالثة. شقة حلوة ما يحتاج لها أي مصرف. هسه راح نصعد على الشقة في الطابق الثاني، يعني كل شقة معزولها لحالها. هاي الشقة مدخلها، مثل ما تشوفون هذا المطبخ. هاي الملحقات، الحمام. هنا الصالة، هاي غرفة نوم. ايضا بلكونة من هنا على الشارع مطلة. هاي بحيرة صبنجة، غرفة نوم. غرفة نوم، هنا 4 غرف نوم وصالة ومطبخ وحمامات. راح نصعد الشقة الطابق الأخير. هاي مدخل الشقة، هنا حمامات. طبعا الشقة هاي شوية يحتاج لها مصرف، ما يشوفون الأغراض هنا. هاي إطلالتها، هذا التراس. وهنا هم في غرفتنا، بس شوية الأغراض هنا زحمتنا. تشوفكم هذا الحديقة الجانبية للبناية. طبعا هاي حديقة كاملة كلها للبناية، مخزن مع جلسة. أخوة
اخواني اصدقاء احبتي وصلنا وياكم لنهايه الفيديو، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. اي استفسار واي سؤال عن البناء وعن المنطقه راسلونا على حساباتنا الشخصيه او على التليفون او الواتساب. تحياتنا لكم، السلام عليكم.